مدبولي يشدد على ضرورة المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا مع قرارات الفتح التدريجي. رئيس مجلس النواب الليبي يشيد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف القتال في ليبيا ويؤكد على مشروعية حماية الأمن القومية المصرية. الاتحاد الأوروبي يعلن وقوفه بحزم إلى جانب قبرص واليونان في مواجهة الاستفزازات التركية. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، وبداية هذه النشرة مع باسم طبانة. باسم، أهلا بك نانسي. شكرا لك. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نذكر حضراتكم بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا الغالي مصر. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود شعور بالفخر لدى كل مصري بعد الاستعداد التام والكفاءة العالية التي ظهرت بها مختلف الوحدات وحدات القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مجددا تأكيده بالثقة في قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية مع قرارات الفتح التدريجي بداية من السبت القادم، مشيرا إلى أن الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة ستشهد مزيدا من التطوير والتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات. Thank you.
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بالإجراءات التي سيتم العمل بأحكامها اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف. وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، بينما نصت المادة الثانية على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين. أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يمثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت. عرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد الموقف الحالي لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى 24 من يونيو 2020، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. ونوهت وزيرة الصحة والسكان بتوزيع العلاج على حالات العزل بواقع 11,300 وحقيبتين على الكبار والأطفال و107,000 حقيبة على المخالطين من الكبار والأطفال. وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، سلطت الدكتورة هالة زايد الضوء على أنه تم توزيع الخدمات لعدد 93 مستشفى، بحيث يتم تلقي الخدمة من خلال 122 مركزاً و33 قافلة طبية متنقلة، مضيفة أن إجمالي عدد المنتفعين في 8 محافظات وصل في الأسبوع الأول إلى 5,542 منتفعاً. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة بحضور المحافظ ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على التطوير المستمر لكافة المرافق بالقاهرة الكبرى من بينها محافظة الجيزة، وذلك من خلال خطة واضحة لرفع الكفاءة فيها على نحو مستمر. هذا وأضاف مدبولي أن خطة الحكومة في هذا الصدد تنطلق من أهداف تنموية وحضارية تستهدف زيادة المساحات الخضراء وأماكن التنزه للمواطنين باعتبارها رئة الحياة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات على رأس وفد رفيع المستوى والذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات في شتى المجالات العسكرية. وأعرب الفريق محمد فريد عن اعتزازه بهذه الزيارة مؤكدا حرص القوات المسلحة المصرية على الارتقاء إلى أعلى المستويات للتعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين البلدين. ومن جانبه أعرب مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني عن بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع مصر وقواتها المسلحة في كل ما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي. كما أشار إلى حرص المملكة على زيادة آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في كل المجالات. نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة السويس والفرقاطة الإسبانية نومانثيا تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصرية الإسبانية، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار. وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة حسن علام للإنشاءات عقد إنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. يأتي ذلك استمرارا لتحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات وتعظيم الاستفادة من كل الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، حيث تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلا عن وزارة البترول. أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بقدر مسافة متر أو أكثر من جميع الجهات تحرزا من الوباء. وأضافت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة ولا يخرج عن ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف من اعتدال المصلين على صف واحد لا يتقدم بعضهم على بعض في الصف. وأضافت الدار جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بحيث يترك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه تحرزا من الوباء وخوفا من انتقال العدوى. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، حيث تناول الاتصال بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها لأفاق أرحب خلال الفترة القادمة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين استعرضا مواقف ورؤى البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث أكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لمكافحة الجائحة والتصدي لتأثيراتها وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة. وأضاف حافظ أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور الثنائي وتبادل الزيارات بين البلدين لدى استئناف حركة الطيران، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك. أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، وهي شهادة على الدور الهام الذي لعبته مصر في الترويج لمبادئ وقيم وعمليات وبرامج الأمم المتحدة منذ إنشائها. وفي بيان بمناسبة الذكرى 75 على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، لفت المسؤول الأممي إلى أن جميع وكالات الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والمجتمع وشركاء التنمية في الترويج لأهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة الشاملة 2030.
أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا. وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، قال بن زايد إن الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، وأن تداعياته ستكون سلبية حال استمرت تركيا على هذا النهج، مشددا على أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لها وحسب، وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها. أعلن الكرملين أن رئيس روسي فلاديمير بوتين سيعقد غدا لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا وسوريا. هذا وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن هذا اللقاء سيكون فرصة جيدة لبحث الأزمات القائمة ومنها التسوية الأوكرانية والوضع في سوريا وليبيا. أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح أن ليبيا ستحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية لمساندة الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيرا في حوار خاص لإكسترا نيوز إلى أن ما أعلنه الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري والليبي هو أمر مشروع محليا ودوليا. في ذلك اليوم عندما ألقيت كلمة بمجلس النواب المصري وقلت أننا قد نحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية للشعب الليبي في حربه ضد الإرهابيين والمرتزقة في ليبيا، فكانت استجابة السادة النواب واضحة وظاهرة للعيان. هذا يعني أنه تفويض من الشعب المصري تعبيرا عن إرادته بواسطة نوابه، تفويضا لرئيسه بأنه يستجيب لمطالب الشعب الليبي كما ذكرها رئيس مجلس النواب. وفعلا ما تحدث به الرئيس أخيرا كان هذا هو مطلب أيضا ليبي كما تضح من مطالب الشعب الليبي، ومن مطلب المجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد المنتخب كما ذكرت. إذن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أيضا لحماية الأمن القومي المصري والليبي وحدودهم الغربية أيضا، فهذا يعني أمر شرعي دوليا ومحليا. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن تركيا جلبت مجموعات كبيرة من المقاتلين المرتزقة وصلت إلى 15,000، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لتفعيل وقف إطلاق النار فورا حقنا لدماء الشعب الليبي. عندما حصل تدخل أجنبي من تركيا وحضرت مجموعات كبيرة من الإرهابيين المرتزقة إلى ليبيا، تجاوز العدد كما علمنا الآن إلى أكثر من 10,000 أو 15,000. هذا الأمر يستدعي استعمال قوة أكبر، هذه القوة داخل مدينة طرابلس قد تضر بالمواطنين وممتلكات العامة والخاصة، هذا مما دعا إلى استجابة للمطالب الدولية من الدول الصديقة والشقيقة بأن الجيش ينسحب إلى الخلف وترك المجال للحل السياسي. فكنا نتوقع هذه الأزمة حتى يتدخل الرئيس المصري والشعب المصري والقوات المسلحة لتقول جميعا يجب أن يوقف إطلاق النار عند حدود معينة حتى تستطيعوا أن تصالحوا وتذهبوا إلى الحل السياسي السلمي كما يريد المجتمع الدولي وكما يريد أيضا كل مخلص لليبيا حقنا لدماء الليبيين. كما أكد عقيل صالح أن مبادرة الرئيس السيسي ليس بها تحيزا لأحد أو تغولا على الليبيين، وأن إعلان القاهرة يحقق أمال الليبيين والعدالة لكل الأقاليم ويرسخ مفهوم الشراكة في السلطة. فما قام به الرئيس المصري لم يكن من وجهة نظري تحيزا لأحد أو تغولا على الليبيين أو استعراض لأي قوة، بل هو عين الحق والرؤية الصحيحة، وهو أن يجب على الجميع أن يقفوا القتال ويذهبوا للحل كما هو معروض، آخرها إعلان القاهرة وهو متناسق ومتمشي مع كل مع اتفاق برلين ومع قبله ومع رغبات كل الليبيين، وهذا الإعلان يحقق العدالة بين جميع
أقاليم ليبيا، لا تهميش لأحد ولا إبعاد لأحد، وكل الليبيين سيكونوا شركاء في السلطة. أعلن الجيش الوطني الليبي رصد قطع بحرية تركية أمام الشواطئ الغربية الليبية داخل المياه الإقليمية. وقال لواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، قال إن تركيا مستمرة في خرق القرار الدولي بحظر توريد السلاح. يأتي هذا فيما طالب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو تركيا لوقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا. المزيد في هذا التقرير. تصر تركيا على اختراق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتسعى بكل الوسائل ومنها الاحتيال لإغراق الغرب الليبي بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطائرات المسيرة. الجيش الليبي أعلن رصد قطع بحرية تركية أمام الشواطئ الليبية في استمرار لسلسلة سفن الموت التي تنقل المرتزقة والسلاح من الموانئ التركية إلى ليبيا. سجلنا تواجد قطع بحرية أو قطع عسكرية قتالية بحرية في شواطئ المنطقة الغربية بأعداد كبيرة جدا. We have also detected a large number of naval vessels in the western region. وهذه الصورة هي تم التقاطها يوم 23/6 الماضي. This image here was recorded on the 23rd of June. هنا سفينة أو بارجة تركية، هذه تركية، كذلك هذه تركية، وهذه تركية، وهذه تركية. الآن لدينا خمس قطع بحرية تركية في هذه النقطة. وفي ظل استمرار الانتهاكات التركية، رصدت تقارير أوروبية ومنها تقرير لميغالة شتيرن الألمانية رحلة وصول مدرعات ومركبات اشترتها تركيا من ألمانيا قبل أن تنقلها سرا إلى ليبيا. وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن السفن التركية المحملة بالسلاح تقوم بإغلاق أجهزة المراقبة حتى لا يتم رصدها من رادارات القطع العسكرية البحرية المشاركة في مهمة إيرني، ثم تظهر فجأة قبالة سواحل طرابلس، بما يشكل خرقا قانونيا لقوانين التجارة العالمية. ووفقا لتحقيق ميغالة شتيرن، فإن تهريب المدرعات والمركبات التي تنتجها الشركات الألمانية إلى ليبيا أمر مثير للجدل أيضا بالنسبة للحكومة الألمانية التي ترعى مسار برلين لحل الأزمة الليبية سياسيا. وفي الولايات المتحدة، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا بوقف نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، وأشار إلى أن واشنطن تركز على وقف إطلاق النار ومنع تدفق الأسلحة وإيقاف أي تدخل خارجي لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية في ليبيا. هكذا دأبت تركيا على ضخ الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى ليبيا بالمخالفة للقرارات الدولية، وبات المجتمع الدولي في موقف موحد لوقف انتهاكات نظام أردوغان. قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن تركيا تسلك دبلوماسية المدافع والسلوك غير القانوني. ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي وقوفه بحزم إلى جانب قبرص واليونان في مواجهة الاستفزازات التركية بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. من جانب آخر، يعقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اجتماعين اليوم وغدا في نيقوسيا مع المسؤولين الحكوميين في قبرص لبحث أمور عدة، من بينها الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. ذكر بيان لوزارة الخارجية في قبرص أن المشاورات ستركز على الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المناطق البحرية لقبرص والسياق الأوسع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا. سيتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة آخر التطورات في المنطقة الأوسع للشرق المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 144 عاما على 21 سياسيا كرديا في القضية التي يحاكم فيها 50 سياسيا. وصدر بحق 6 متهمين حكما بالسجن 8 سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، بينما صدر حكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في حق 11 متهما، كما صدر حكم بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بحق 3 متهمين، وحكم على متهم واحد بالسجن لمدة 9 سنوات.
ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على عدد من ضباط الجيش وطلاب عسكريين ومدنيين من بين الأفرع المختلفة للقوات المسلحة التركية. قرار إلقاء القبض جاء ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. وأوضحت النيابة أن الطلاب العسكريين المشتبه بهم كانوا على تواصل بمسؤول مدني في الحركة، ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم في 15 من يوليو لعام 2016 شنت أنقرة حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80,000 شخص في انتظار المحاكمة وعزل أو إيقاف عن العمل لنحو 150,000 من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم. قالت الخارجية الأمريكية إن تركيا شكلت معبرا للعناصر الإرهابية التي انضمت لتنظيمي داعش والقاعدة في سوريا والعراق. ورصد تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في عام 2019 استمرار عمليات القمع ضد شخصيات بارزة في المعارضة التركية، من بينها أعضاء مجالس محلية منتخبون. وأكد التقرير أن السلطات التركية واصلت تقييد الحريات بموجب تشريعات فضفاضة لمكافحة الإرهاب، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك صحفيون وسياسيون ونشطاء وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة. سبع سنوات من الفشل والإخفاق تمر على قطر منذ أن تولى تميم بن حمد سدة الحكم الذي قادها إلى الهاوية مرتميا في أحضان الجماعات الإرهابية، وصار تابعا لقادتها الذين أغدق عليهم بأموال الإمارة وسخر إعلام قطر ليكون بوقا للترويج لمخططاتهم التخريبية في العديد من الدول العربية. المزيد في سياق هذا التقرير. سبع سنوات عجاف من الفشل والتخريب والدم والتحريض على الإرهاب وتمويله هبت على قطر مع صعود تميم بن حمد إلى حكم الإمارة في 25 من يونيو عام 2013 بعد تنازل والده حمد بن خليفة له عن الحكم بدون مقدمات في حدث وصفه مراقبون آنذاك بأنه انقلاب. الأمير الذي أتم عمره 40 ربيعاً تحول إلى ألعوبة في يد قوى إقليمية جعلته طرفا رئيسيا في جميع المخططات التخريبية بالمنطقة، حيث سخر أموال وإعلام الإمارة وقودا داعما للإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما رصدته ووثقته العديد من التقارير الدولية. ناكثا للعهود وخائنا للمواثيق، هكذا ظهر تميم بن حمد خلال السنوات السبع. فمع اندلاع الأزمة الخليجية في 2013 بسبب دعمه للإرهاب وأنشطة نظامه المزعزعة لدول الخليج العربي، انصاع تميم لتوقيع اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي يتعهد فيهما بالامتناع عن دعم كل الأنشطة والتنظيمات الإرهابية وطرد عناصر الإخوان من قطر. دفع دول الخليج الثلاثة إلى جانب مصر في 2017 لقطع العلاقات مع قطر. واستمر في ظل عهد أمير التبعية مسلسل الدوحة التخريبي عن طريق ذراعها الإعلامي فضائية الجزيرة، ووفرت غطاء إعلاميا للجماعات الإرهابية التي اتخذت من الدوحة مقرا لإدارة أنشطتها التخريبية. ومارس النظام القطري المراهقة السياسية القائمة على العناد وارتمى في أحضان مموليي الإرهاب، إذ فتح لتركيا أراضي قطر وخزائنها لتكون منطلقا لمخططات تفتيت الدول العربية بدعم التنظيمات الإرهابية على شاكلة الإخوان والقاعدة. وأكبر مثال دفع قطر مليار دولار لجماعات إرهابية في سوريا والعراق بزعم أنها فدية لإطلاق سراح 28 شخصا من الأسرة الحاكمة تم خطفهم جنوبي العراق، فضلا عن الدعم المتواصل لتنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة في سوريا الذي تحميه الترسانة العسكرية لتركيا في إدلب. كذلك سخر تميم ثروات بلاده ومواردها في دعم الميليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس لقتال الجيش الوطني الليبي. أما القطريون الذين وصفوا يوم تولي تميم حكم البلاد بأنه أسود لم يجنوا من حكمه إلا كل سيء. وعلى المستوى الحقوقي فتحدثت التقارير الدولية بلا حرج لتكشف الأوضاع المأساوية للعمالة في قطر ونظام السخرة والاستعباد الذي يمارسه نظام تميم
ضد العمالة الأجنبية التي تعمل خاصة في منشآت مونديال 2022. كما واصل أبناء قبيلة الغفران فتح ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم، وتقديم الأدلة التي تكشف زيف شعارات نظام الدوحة حول حقوق الإنسان، إذ تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية. وكشفت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال الثاني حفيد مؤسس قطر انتهاكات نظام تميم بحق زوجها المسجون في زنازين قطر، وطاردت الفضائح خلال السبع سنوات الماضية العائلة المالكة في قطر، منها فضيحة خالد شقيق تميم المتورط في عمليات قتل ونهب في أمريكا والمحكوم عليه غيابيا أمام القضاء الأمريكي، فضلا عن مطاردة القضاء الأمريكي مياسة شقيقة تميم بعد تقدم مواطنين أمريكيين ضدها وزوجها بدعوة قضائية يتهمونها بالابتزاز والسخرة وتعريض حياتهم للخطر. كذلك طاردت الاتهامات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق بعد ثبوت تورطه في جرائم رشوة واحتيال في قضية مصرف باركليز التي تتوالى جلسات محاكمتها في لندن. حياة من الفساد والإرهاب مارسها تميم، ولا يزال ضحيتها الوحيد هو الشعب القطري. عبر الهاتف المزيد من المتابعة من الرياض سيد منيف عماش الحربي المحلل السياسي. سيد منيف، أرحب بك معنا في هذه النشرة. أهلا نعم. نعم، إذن سبع سنوات على حكم تميم بن حمد لقطر، كيف تبعتها بدورك سيد منيف؟ هو طبعا يبدو أنه الجميع انخدع في مسألة التنازل من حمد بن خليفة إلى الشيخ تميم اللي حدث في 25 جون 2014، ولكن 2013 اكتشف بعدها أنه القيادة الحقيقية هي لا زالت بيد الترويكا القطرية اللي هي حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وحمد بن ثامر. الشيخ تميم ما هو إلا واجهة لهذا النظام، ولكن الحقيقة أنه هذا المثلث هو الذي صنع مشروع الدوحة الذي كان هدفه الحقيقي تدمير المنطقة العربية بإسقاط الدولة الوطنية المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية باعتبارهم هم القطبين المهمين في العالم العربي. الدوحة أنفقت على مشروعها 500 مليار دولار سواء في القوة الناعمة السوفت أو في القوة الصلبة الهارد باور. فكرة أن يكون هناك دولة عربية سيد منيف داعمة للإرهاب في الدول العربية، كيف تراها من وجهة نظرك؟ هذا من جانب، من جانب آخر المجتمع العربي كيف أيضا وضح هذه الفكرة؟ الدوحة وجدت أنه استخدام المنظمات الإرهابية يؤدي إلى زعزعة الدول المستقرة، وبالذات مثل ما ذكرت سابقا المملكة العربية السعودية ومصر. لماذا؟ لأنه الدوحة حلمها كان أن يكون القرار العربي عاصمته الدوحة والسيطرة على المنطقة العربية والتناغم مع، ولكن من أي وازع أو من أي منطلق تأتي هذه الفكرة زيد منيف أن تكون الدوحة هي صوت الأمة العربية أو الدول العربية؟ ما هو المبرر لقطر أو الدوحة؟ هذا مشروع تخريبي، لأنه هذا حلم هم حلمهم كان لكن اللي حدث انه اصطدم هذا المشروع اول شيء باراده الشعب المصري، وهو الان نحن على مقربه من ذكرى 30 جون 2013 اصطدم باراده الشعب المصري، واصطدم ايضا بقوه الموقف السعودي، ولا كنا في 2013 العالم العربي كان في مهب الريح، ولكن هذا المواقف اللي اتخذتها المملكة العربية السعودية الداعمة للمصر، هذا التوأمة بين الرياض والقاهرة أسقط المشروع القطري. نأتي خلينا نرجع إلى ديسمبر 2010، تجد أن الدوحة كان لديها قدرة على حشد جزء من الشأن العربي والتدير، الآن تلاشى هذا الدور ولم يعد. نعم لا زال دورها في دعم الإرهاب في تمويله، ولكن أيضا تصدي الرباعي العربية والمقاطعة مع الدوحة أدى إلى تراجع الدور القطري. لذلك تلاحظين الآن المشروع الذي جالس ينمو ويتمدد بدعم من مشروع الدوحة ومشروع الأقوال ومشروع طهران هو ما
مشروع أنقرة اللي كان في المنطقة العربية أيضا. نعم، دعني أتحدث معك عن آخر 7 سنوات تحديدا سيد منيف. يعني البعض يقول أن آخر 7 سنوات كان هناك دعم للإرهاب قطري بشكل بين، وتحديدا بعد المقاطعة العربية أو بعد مقاطعة الرباعي العربي لقطر، أصبح ربما قطر تلعب دور بين فيما يتعلق بدعم الإرهاب. البعض يقول أن قطر هي خنجر في ظهر العرب إذا صح القول سيد منيف. أم فقط في سوريا للمنظمات الإرهابية، هذه ذكرها تيترنكو السفير الروسي في الدوحة، أنفقت 136 مليار دولار فقط في سوريا للمنظمات الإرهابية. نعم، انظر إلى دعمها المنظمات الإرهابية في ليبيا، انظر إلى دعمها المنظمات الإرهابية في تشاد، انظر إلى دعمها للمنظمات الإرهابية. أين هو الشعب القطري من كل هذه الأموال التي تذهب لدعم الإرهاب سيد منيف؟ للأسف يعني الأصوات القطرية العاقلة المتزنة، أما أن تكون في المعتقلات أو تحت الإقامة الجبرية أو موجودة في الخارج رغم قلتها في الخارج، هناك أصوات عقلانية معارضة لما يحدث في الدوحة موجودة في الخارج ولكن محدودة، ولكن نعرف أنه الأصوات المهمة والمؤثرة أما أنها في المعتقل أو أنها تحت الإقامة الجبرية مثل ما حدث مع رئيس الوزراء السابق الذي نعم. كان يقود تقارب مع الرياض إلى أنه حدث أنه تم إعفاءه بعد ذلك. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من الرياض سيد منيف عماش الحربي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم أرحب بك معنا أيضا في هذه النشرة. أهلا. إذن في خلال 7 سنوات ماضية كان هناك دعم للإرهاب بين من جانب قطر، ذلك على المستوى الخارجي، وأصبحت أيضا قطر يعني كما يقول البعض إعلاميا هي منبر من لا منبر له، هذا في السياق الإعلامي. أما في السياق الداخلي القطري تابعنا انتهاكات في حق العمالة القطرية، وتابعنا الكثير والكثير التي خرجت بدورها الأصوات القطرية تندد بحكم تميم بن حمد. كيف تتابع إذن 7 سنوات ماضية سيد أكرم؟ هو طبعا الواقع ان هم مش بس 7 سنوات، هم 7 سنوات برضه استمرار لسنوات سابقه، لانه سواء قطر او الجزيره تورطوا بشكل واضح جدا في دعم تنظيمات ارهابيه وميليشيات وفوضى عارمه في مناطق مختلفه، وتبنوا خطاب تحريضي مثلا، وتبنوا كثير من السياسات المختله في الحقيقه. لكن اذا بنتكلم في 7 سنوات فعلا في مبالغة شديدة، صحيح هي استمرار لكن الحقيقة دعم شديد جدا للتنظيمات الإرهابية بشكل كبير، يعني القاعدة داعش ما جرى في سوريا على سبيل المثال أو فترات مختلفة لا علاقة له في الواقع بالتغيير أو أهداف الشعب السوري. والحقيقة ده أنا ليه بقول كده، لأن هم من البداية والجزيرة أو قطر بتدعم نوع من الفوضى لا علاقة له بالتغيير، بمعنى أنه دعمت حرب أهلية، انقسامات داخلية صحيح. سواء في سوريا أو في بعد ذلك في ليبيا، دعم التنظيمات والميليشيات المسلحة، دعم الفوضى والحروب الأهلية، انفاق أموال ضخمة. يعني كان في السيد السابق اللي كان بيتكلم في فكرة أنه في معارضين أو في، فعلا قطر دولة ثرية جدا، صحيح عدد سكانها قليل، قد تكون لها طموحات في نفوذ او في سياسه او غيره، لكن هذه الطموحات لا علاقة لها في الحقيقة في الواقع بحجم الدوله او عدد سكانها، يعني مش حد بيقول انه عدد، ولكن بحجم ما تقدمه بالفعل الى الحياه السياسيه والى العالم، يمكن ان تلعب دورا مهما جدا فيما يتعلق في رأب الصدع بين الاتجاهات المختلفه، القيام بدور سلام او بدور ولكن يعني كيف من الممكن أن تلعب دور سلام سيد أكرم حيث أنها الآن أصبحت يعني حلقة الوصل في كل عمليات دعم الإرهاب؟ أنا بقول إن هو لو هم عاوزين نفوذ حقيقي كانوا يمكن أن يحصلوا على النفوذ، لكن الواقع أنهم اختاروا الطريق الآخر تماما العكسي، طريق دعم الإرهاب، تحريض عليه. الدوحة تحولت إلى مكان لتخزين الناس المتورطين في صحيح. تفاصيل مختلفة، علاقتها مع الدول المدعمه للفوضى، يعني معنى انه في تحالف مثلا مع تركيا، تركيا احنا عارفين مغامرات اردوغان، ربما في كلام انها تنفق على مغامرات اردوغان لانه
الخزانة التركية والاقتصاد التركي بيدفع ثمن. طيب هذه نقطة مهمة للغاية سيد أكرم، اسمح لي في المقاطعة. الكل يعلم ما هو الحلم التركي، أو الكل يعلم ما هو حلم أردوغان. البعض يتحدث أن أردوغان يقوم بما يفعله من تدعيم الإرهاب في المنطقة، وذلك بسبب حلم عثماني أو حلم الدولة العثمانية. ولكن على الجانب القطري البعض حتى هذه اللحظة يتساءل ما هو الحلم القطري من تدعيم الإرهاب في الدول العربية. ربما القيام بدور صديق البطل يعني، أو صديق الحلم، بمعنى أنه حتى شراء النفوذ أو تحركات النفوذ ربما هناك رهان خاطئ على غزوة أردوغان، بمعنى أنه أردوغان لم ينجح في سوريا، كان هدفه أن ينتزع جزء من سوريا، صحيح ساهم في سرقة بعض البترول وبعض الثروات، لكن بعد ذلك فشل، فبدأ ينتقل إلى ليبيا، بدأ ينتقل إلى مغامرات في البحر المتوسط وغيره، إلى اليمن. يعني بمعنى أنه هذا النفوذ، لو كان أردوغان، لا يوجد دولة في العالم على سبيل المثال لها جيوش وامتدادات في أكثر من مكان، حتى الولايات المتحدة، إلا وخسرت، بمعنى أنه إيران بتدفع ثمن محاولات نفوذ كانت تتباهى بأن لها علاقات ونفوذ هنا وهناك، الآن بتدفع ثمن ده من اقتصادها وغيره. الاقتصاد التركي برغم أنه في فترة تربت أوزال وحتى في المرحلة الأولى من أردوغان نمو، يعني في مرحلة نمو وتصنيع وغيره، الآن هو بيدفع ثمن ده. فقطر بتمول مغامرات أردوغان رهانا على خراب في الواقع، لأنه إن أجلا أو عاجلا أي دولة بيكون لها مغامرات عسكرية غير محسوبة ربما تشعر بانتصارات في بعض الأشياء، لكن بدأت تشعر بهزائم وتراجعات لها تدخلات في العراق، تدخلات. من يمول هذا؟ من يمول منظمات ومراكز أبحاث ومراكز دراسات تدافع عن أردوغان أو غيره؟ قطر في الواقع والمواطن القطري، يعني النقطة اللي أنا أشير إليها أنه قطر دولة غنية، عدد سكانها قليل، كان يمكن أن يكون المواطن القطري أكثر سعادة، كان يمكن طبعاً أن تكون قطر أكثر ثراء، وبالمناسبة تحظى باحترام أكثر ونفوذ أكثر في حالة لو قامت بالدور الطبيعي التي تقوم به الدول العربية في وقت حرج وفي وقت فيه فتن وحروب أهلية، كان يمكن أن تقوم بدور في الواقع أكثر بروزا، وكانت تحصل على نفوذ أعلى مما تحصله الآن واحترام أعلى مما تحصل عليه الآن، لكن هي اختارت الطريق الخطأ. هل ما زالت الفرصة مفتوحة للعودة للحضن العربي سيد أكرم؟ أعتقد أنه ما لم يتخلوا عن المقامرة، لأن هم أصبحوا مثل المقامر الذي يخسر في كل لحظة ويراهن على أنه سوف يكسب في المرة القادمة فيخسر أيضا فيتورط أكثر. يعني الرهان على أنه يعود إلى عقل ويعود إلى الأمة العربية، ويمكن أن يلعب دورا بالمناسبة إيجابيا ودورا أكثر تأثيرا وأكثر ويجذب أكثر احتراما في حال لو التزم العقل وعدم الرهان على مغامرات أردوغان، لأن أردوغان في النهاية في طريقه إلى النهاية إن آجلا أو عاجلا بحكم السياسة والتاريخ والجغرافيا وكل شيء، وأظن أنه أي حد مراقب وحتى في الغرب أصبحوا الآن يتخلون عن فكرة أردوغان أنه حليف، لأنه أصبح يجلب المشاكل لهم أكثر مما، وحتى تصادماته مع الناتو ومع فرنسا ومع أطراف مختلفة صحيح، ومع ألمانيا وأوروبا. فهنا قطر ربما واحد في الألف إذا عادت التفكير وعادت إلى عقلها بأن تقوم بدور حقيقي ونفوذ حقيقي بناء على فعل إيجابي أو فعل ما تقوم به الدول يمكن أن تتغير، لكن هذا رهان على خراب. البعض يقول سيد أكرم، يعني إذا سمحت لي في هذا القول، حسب بعض كلام المحللين السياسيين أن ما يقوم به تميم بن حمد فيما يتعلق بدعم الإرهاب بالوقوف بجانب تركيا عن طريق تمويلها أو ما شابه فيما يتعلق بتدخلاتها في المنطقة العربية، هو يأتي أيضا من قلة خبرة تميم بن حمد تحديدا سيد أكرم. ربما هو بالتأكيد لديه مستشارين ولديه أعتقد أن هناك بعض المستشارين يلعبون دورا شيطانيا معه طبعا، حتى قلة الخبرة هو يستطيع أن يعتمد، هو لديه بالتأكيد كأي حاكم لديه مستشارين ولديه اطلاع، ثم أن العالم الآن منفتح وهناك تجارب سياسية، والرهان مثلا على تنظيم زي الإخوان أو تنظيمات إرهابية زي طالبان أو القاعدة أو داعش لم يثبت. ولكن بالتأكيد هناك تخوف سيد أكرم، دعني أختم معك بهذا السؤال إذا سمحت، ما الذي يخوف تميم بن حمد من التراجع الآن عما يقوم بلعبه في إثارة الفوضى؟ هو خوف المقامر اللي هو رهان على سراب، رهان على مقامرة، لكن الأهم هنا حتى وانت بتسألي بتقولي هل هو يراهن، لأنه لاحظي أنه قطر لفترة طويلة كانت تلعب في الظلام وتتعامل في الظلام، نعم، حتى قبل تميم وهي صيغة
تبدو في بعض الأحيان كأنها متفق عليها أو أنها جزء من لعبة الشطرنج الدولية التي يعني يشيرون إليها أنها مفعول به وليست فاعل، بمعنى أنها مأمورة أن تفعل هذا الدور وليس لها أن تلعب دورا آخر، دورا تفكيكيا أو يشظ المنطقة. يعني الحقيقة أنها حتى الرهان على تنظيم ديني أقرب للرهان، وإسرائيل في نفس الوقت وكلاهما تنظيمات دينية تعتمد على الدين في الأساس، وكلاهما هو الذي قسم المنطقة العربية منذ بداية القرن العشرين. وصلت الصورة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف في هذه النشرة، شكرا لك. طلب السودان من مجلس الأمن الدولي إثناء إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق لما يترتب على ذلك من تعريض سلامة تشغيل سد الروسيرس جنوب جمهورية السودان وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب لخطر كبير. وذكرت وزارة الري السودانية أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت بخطاب لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبية، ونبه الخطاب أيضا إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار. أعلنت ألمانيا عن تعهد المشاركين في مؤتمر المانحين وشركاء السودان الذي عقد في برلين على تقديم 1,800,000,000 دولار للسودان. وخلال كلمته في المؤتمر أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن توجه بلاده لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات تسهم في حل المشاكل الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومته تهدف لسياسة خارجية متوازنة وحل أزمة البطالة، مؤكدا تطلع الخرطوم للانتقال من الحرب إلى السلام ومن العزلة إلى الاتصال بالعالم. وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. في إطار ما توليه الدولة من أهمية خاصة لإزالة كافة التعديات على أملاكها والأراضي الزراعية والتصدي لمافيا البناء العشوائي، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية بهدف تأمين قرارات إزالة تلك التعديات بالتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية إعلاء لمبدأ سيادة القانون، كما يتم التعامل بحسم مع مرتكب تلك المخالفات وفقا للقانون. ويأتي التعامل بحسم مع تلك التعديات بعد أن استغل البعض انشغال الدولة بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا لترسيخ أوضاع غير قانونية سواء بالبناء العشوائي أو التعدي على أملاك الدولة. وتقوم أجهزة وزارة الداخلية يومياً بتأمين تنفيذ إزالة المئات من تلك التعديات وتسويتها بالأرض، وهو ما يمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانين البناء أو التعدي على أملاك الدولة. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في استهداف بؤرة شديدة الخطورة للإتجار في المواد المخدرة وضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم قرابة 7 كيلوغرامات لمخدر الهيروين وكمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. مع خيوط الصباح الأولى انطلقت حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومشاركة فاعلة من قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة والإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي
والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت بها إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابي بنطاق دائرتي مركزي شرطة كرداسة وأوسيم بالجيزة، ومتخذين من الأراضي الزراعية المجاورة لمساكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والهروب بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. لكن دقة الرصد والتحرك السريع أدى إلى مفاجأة تلك العناصر في أوكار اختبائهم، فلم تتمكن من الفرار وأمكن ضبطهم بعد أن شل عنصر المفاجأة حركتهم. كما واصلت القوات تمشيط الأراضي الزراعية بهدف ضبط كافة عناصر التشكيل والمواد المخدرة، وهو ما نجحت فيه، حيث تم ضبط المواد المخدرة التي تم إخفاؤها داخل الأرض وكذلك أسلحة نارية، وأمكن ضبط 16 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 4 كيلوغرامات، وكمية كبيرة من ذات المخدر مجزأة ومعدل البيع تقترب من 3 كيلوغرامات. كما تم ضبط بندقيتين آلي وبندقيتين خرطوش وعدد من الخزن الآلية وطلقات نارية متنوعة و23 هاتفا محمولا ونظارة ميدان و3 موازين حساسة و5 درجات نارية وقرابة 209,000 جنيه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب1.5 مليون جنيه. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16,338 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 17,841 حالة. وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة إيجابية جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 83 حالة جديدة. اقتصاديا، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة والسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأشار البنك إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحظر إلى 4.7% في مايو الماضي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020. أكد وزير البترول طارق الملا أن التأهيل المتميز للعنصر البشري وتنمية الكوادر الشابة يأتي في صدارة أولويات الوزارة، ويشكل محوراً رئيساً في برنامج الوزارة التطموح الجاري تنفيذه لتطوير وتحديث الصناعة البترولية في مصر. جاء ذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقيات ثنائية بين شركة شلمبورجي مصر العالمية وكل من جامعة عين شمس والجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة للتعاون في تقديم برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات. عقد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لقاء مع ممثلي إحدى كبريات الشركات الأمريكية العاملة في قطاع البترول، وذلك لبحث سبل زيادة التعاون. هذا ودعا عبد الوهاب الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة أنها تعد من كبريات الشركات العاملة بالمنطقة الحرة في الأسكندرية، مؤكدا دعم الهيئة لكافة المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات لها في مراحل التشغيل.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انكماش إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير النفطي العام الجاري بنسبة 5% بسبب إغلاق الاقتصاد استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي لمكافحة فيروس كورونا. أوقف البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%، وأرجع ذلك إلى ضغوط ارتفاع التضخم خلال أزمة كورونا. وقال المركزي التركي إن تبعات الجائحة تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، كما أدت إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسية. إذن مشاهدينا، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يشدد على ضرورة المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا مع قرارات الفتح التدريجية. رئيس مجلس النواب الليبي يشيد بمبادرة الرئيس السيسي لوقف القتال في ليبيا ويؤكد مشروعية حماية الأمن القومي المصري. الاتحاد الأوروبي يعلن وقوفه بحزم إلى جانب قبرص واليونان في مواجهة الاستفزازات التركية. إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، قدمناها إلى حضراتكم نانسي نور وباسم طبانة. شكرا على حسن المتابعة، وللمزيد تابعونا دوما على extranews.tv.